انطلقت ببلدية القربولي فعالية الدورة التدريبية لإعداد المدربين. الدورة استهدفت عددا من الأخصائيين الاجتماعيين على مستوى المدارس بالبلدية تحت إشراف إدارة الموارد البشرية بالمجلس البلدي وبالتعاون مع شؤون التربية والتعليم. يشار إلى أن الدورة تستمر لمدة 5 أيام. نظمت بلدية طرابلس المركز احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار حياة كريمة بدون عنف. الاحتفالية التي أقيمت بمقر نقابة المعلمين بطرابلس حضرها عميد البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي ووزير الدولة لشؤون المرأة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني. عقد من مقر المجلس البلدي سبها الاجتماع الدوري للبلدية لاعتماد لجنة الأزمة التي شكلها المجلس سابقا، وتم إضافة أعضاء جدد لهذه اللجنة، وسيتم من خلالها حصر الأضرار وتثبيتها، ومن ثم مخاطبة الجهات العليا للدولة للتعامل مع ملف هذه الأضرار. تتواصل ببلدية الخمس أعمال صيانة وتعبيد لعدد من شرائح البلدية. أعمال الصيانة شملت عدة طرق داخل البلدية منها طريق مدرسة الوحدة وطريق مسجد بن جحا تحت إشراف مكتب المرافق ومكتب المشروعات بالبلدية.